hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us. Consider yourself lucky. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليو اس بوكس اوفيس. وفي حلقة النهاردة هستعرض لكم ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، وبالتحديد في تاني أسبوع من شهر أغسطس لسنة 2024، وهوضح لكم كمان ميزانية وأرباح وتقييم كل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الجريمة لونج ليجز، واللي تراجع من المركز السابع للمركز العاشر في خامس أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف جريمة رعب وإثارة، وحصل على تقييمات 7.1 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 44 ألف صوت، وحصل على 60% من تقييم الجمهور وعلى 85% من تقييم النقاد. وبميزانية أقل من 10 مليون دولار، الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2 مليون دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 5 أسابيع عرض 90 مليون دولار. أما المركز التاسع فيلم الرعب الجديد كوكو، واللي جاي بتصنيف رعب غموض وإثارة، والفيلم حصل على تقييمات 6.3 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 1900 صوت، وحصل على 61% من تقييم الجمهور وعلى 78% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 7 مليون دولار، والفيلم حقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه 3 مليون دولار. وفي المركز الثامن جه فيلم المغامرة هارولد اند ذا بيربل كراين، واللي تراجع من المركز السادس للمركز الثامن في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة وكوميديا، وحصل على تقييمات 5.8 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 1100 صوت، وحصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 26% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 40 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 3 مليون و100 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 15 مليون و448 ألف دولار. It's so beautiful. Look at all the friendly people. Weight loss, Smurf. Here's my antlers. وفي المركز السابع جه فيلم الأنيميشن Inside Out 2، واللي تراجع من المركز الخامس للمركز السابع في تاسع أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة وكوميديا، وحصل على تقييمات 7.8 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 96 ألف صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 91% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 200 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 4 مليون و956 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 9 أسابيع عرض مليار و593 مليون دولار. Well, that's a preview of the next 10 years. Come on, Riley needs us. Have I ever steered you wrong before? Many times. وفي المركز السادس جه فيلم الجريمة تراب، واللي تراجع من المركز الثالث للمركز السادس في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف جريمة رعب وغموض، وحصل على تقييمات 6.2 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 15 ألف صوت، وحصل على 65% من تقييم الجمهور وعلى 55% من تقييم النقاد. وصل ميزانية إنتاج الفيلم ل 30 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 6 مليون
و$725,000. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالمياً في أسبوعين عرض 45,276,000 دولار. So they set up a trap for him. This whole concert, it's a trap. وفي المركز الخامس جه فيلم الأنيميشن Despicable Me 4، واللي تراجع من المركز الرابع للمركز الخامس في سادس أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة وكوميديا، وحصل على تقييمات 6.2 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 26,000 صوت، وحصل على 88% من تقييم الجمهور وعلى 56% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل $100 مليون، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $8 مليون. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 6 أسابيع عرض $807 مليون. أما المركز الرابع فجي فيلم الأكشن الجديد Borderlands، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة وكوميديا، والفيلم حصل على تقييمات 4.4 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 5500 صوت، وحصل على 50% من تقييم الجمهور وعلى 9% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل $120 مليون، والفيلم قدر يحقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض لي $8,800,000. في المركز الثالث جه فيلم الأكشن تويسترز، واللي تراجع من المركز الثاني للمركز الثالث في رابع أسبوع عرض لي. الفيلم جاي بتصنيف أكشن مغامرة وإثارة، وحصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 47,000 صوت، وحصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 76% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل $200 مليون، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $15 مليون. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 4 أسابيع عرض $310 مليون. Have you ever seen anything like this? Not like this. Hold on! أما المركز الثاني فجي فيلم الدراما الجديد It Ends With Us، واللي جاي بتصنيف دراما ورومانسي، والفيلم حصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 4700 صوت، وحصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 59% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل $30 مليون، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $50 مليون. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه $80 مليون. As hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us. أما المركز الأول والفيلم اللي مازال متصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث ليه، فيلم الأكشن Deadpool and Wolverine، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة وكوميديا، والفيلم حصل على تقييمات 8.1 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 198,000 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 79% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل $200 مليون، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $54,175,000. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض $1,029,000,000. Who knows if you live or die? Let's fucking go. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الأمريكي، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستني دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.